كان غادي عادي في الطربيه وفي داكشي عادي الحمد لله غادي طالع حتى وصلت عام 16. مني وصلت عام 16 لاحظت فيه الكريشه ديالو تنفخات شويه. عندي وانا كنشوف في ولدي ولا كنسعد ما لقيتش ليه الجهد باش نلقاهم كي غادي. ديتوني دوزت ليه قالت لي ديتو شافتو الطبيبه ديالو هما ما كيديروش التلفازه غير قلباتو. مني ديتها ليها قالت لي عنده الطيحان منفوخ وعنده قالت لي الكبده هي منفوخه شويه دابا غدير بنورش.